دعا مؤتمر دولي من أجل السلام القادة الدينيين في مختلف الديانات إلى بذل جهد أكبر من أجل نشر الاعتدال والتسامح الديني والمساعدة في حل الصراعات بالطرق السلمية. نحترم كل دين، كل متابعين دين كما هما، يعني هما كبشر هما اختاروا، والإسلام بيقول لا إكراه في الدين، وكل الأديان بتقول كلام بهذا المعنى. جاء ذلك في مؤتمر حوار الأديان الذي استضافته الأمم المتحدة في فيينا، ونظمته جمعية السلام الدولي وحوار الأديان والثقافات في النمسا بحضور عدد كبير من القيادات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحوار بين الأديان. seit, glaube ich, 2010 gibt, immer erste Woche im Februar. Und wir haben fast jedes Jahr hatten wir die Möglichkeit, hier auch eine Konferenz zu organisieren. وقال بيتر هايدر رئيس جمعية السلام في كلمة له أن عالم اليوم مليء بالصراعات التي يدفع ثمنها الأبرياء خاصة من الأطفال، وقد ظهر ذلك واضحا في الحروب الجائرة في غزة وأوكرانيا وغيرها من مناطق العالم الملتهبة. وشدد هايدر على ضرورة نبذ التطرف وكل أعمال العنف التي تمارس باسم الدين، والعمل على تعزيز الحوار والتعاون والتعايش المشترك بين أتباع جميع الديانات والثقافات، مشيرا إلى أن الدين مكون رئيسي في ثقافة الشعوب، وهو يحث على الاحترام والتسامح بين كل البشر دون تمييز. ومن جانبه قال جين لوكا مدير الشؤون الخارجية بالأمم المتحدة أن بناء السلام والعدالة ليست مهمة سهلة في عالم اليوم، وأن دور الدين سيظل محوريا وبارزا. Es ist genug, dass Religionen die Ursache für Krieg und Hass sind. Wir müssen endlich zeigen, dass wir im tiefsten aus unseren Offenbarungen heraus die Ursache für Frieden sein können. Aber wir müssen es gemeinsam wagen. Und dazu ist es wichtig, mit den Narren. ومن جانبها قالت رنا عبيدة خبيرة الشؤون الخارجية في الأردن أن التعايش والتسامح بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي هو نموذج رائع وموضع تقدير العالم، لافتة إلى أن جوهر الأديان هو التعاون والاحترام. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تقارير إخبارية جديدة من صفحتكم اندماج. أسامة نصحي، فيينا.